السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النومبر دي الله الكمباسيبو المصري كورديوسو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حروف الجر في اللغة الأسبانية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حروف الجر في اللغة الأسبانية أو las preposiciones. las preposiciones. النهاردة إن شاء الله في هذا الدرس وفي الدروس القادمة بمشيئة الله هنتكلم إن شاء الله عن حروف الجر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مقدمة في حروف الجر. عندنا يعني إيه حروف الجر؟ يعني إيه حروف الجر؟ هي الكلمات الثابتة التي تنشئ علاقة بين كلمتين داخل الجملة، وتسبق الكلمة أو الكلمات التي تكمل الفكرة الرئيسية للجملة. يبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلمات ثابتة بتنشئ علاقة بين كلمتين داخل الجملة، وبتسبق أي تأتي قبل الكلمة أو الكلمات التي تكمل معنى الجملة أو تكمل الفكرة الرئيسية للجملة. مثال: المؤادة دبلوماس، المؤادة دبلوماس، المؤادة دبلوماس، يعني وسادة من الريش. فعندنا هنا في حرف الجر، حرف الجر دي أنشأ علاقة بين كلمتين داخل الجملة. هما فين الكلمتين؟ اللي هما المؤادة الوسادة وبلومس اللي هو الريش، وسبقت كلمة بلومس اللي هو الريش والتي كملت الفكرة الرئيسية للجملة. بمعنى أن لما قلت وسادة المؤادة، مالها الوسادة؟ دبلومس، يعني مصنوعة من الريش، فهنا كملت معنى الجملة أو الفكرة الرئيسية للجملة. مثال آخر: بوت سين ريموس، بوت سين ريموس، بوتس ان ريموس، يعني قارب بدون المجاذيف، قارب بدون المجاذيف. هنا برضو جبت حرف الجر سين، انشأ علاقة بين كلمتين داخل الجملة اللي هو كلمة بوت القارب وريموس المجاذيف، وحرف الجر سين سبق الكلمة التي تكمل معنى الجملة او الفكرة الرئيسية للجملة الا وهي ريموس المجاذيف. مثال اخر: بروجراماس بارا لوس خوبينس، بروجراماس بارا لوس خوبينس، برامج من أجل الشباب أو للشباب. هنا جبت الحرف الجر بارا، أنشأ علاقة بين كلمتين داخل الجملة اللي هو كلمة بروجراماس وكلمة لوس خوبينس، وسبق كلمة لوس خوبينس اللي هو الشباب التي أكملت الفكرة الرئيسية للجملة أو أكملت معنى الجملة. عندنا إيه وظائف حروف الجر في الجملة؟ إيه وظائف حروف الجر في الجملة أو أهميتها؟ تشير حروف الجر إلى الحالات النحوية الموجودة في الجملة. تشير حروف الجر إلى الحالات النحوية في الجملة، أي وظائفها المحددة داخل الجملة. يعني إيه؟ بتشير للحالة النحوية أو القواعدية اللي موجودة داخل الجملة. إزاي؟ عندنا حروف الجر وإيه الحالات النحوية اللي بتشير إليها داخل الجملة، وناخد أمثلة عليها. أول حاجة عندنا حرف الجر دي. حرف الجر دي بيشير إلى حالة نحوية موجودة في الجملة اللي هي حالة المضاف إليه، حيث أنه يستخدم للإشارة إلى الملكية. بيستخدم للإشارة إلى الملكية. مثال: الليبرو دي خوان، الليبرو دي خوان، يعني كتاب أخوان. فهنا كتاب أخوان، جاء هنا حرف الجر دي يشير إلى الملكية، أي أن هذا الكتاب هو ملك الأخوان. وطبعا كلمة خوان ده مضاف إليه للكتاب، كلمة خوان مضاف إليه للكتاب. عندنا بعد كده حرف الجر آه وبارا، بيشيروا إلى حالة الجر الموجودة داخل الجملة، حيث أنهما يستخدمان للإشارة إلى المفعول به غير المباشر في الجملة. يستخدمهم للإشارة إلى المفعول به غير المباشر. مثال: لدي البابيلا كارلوس، لدي البابيلا كارلوس، يعني أعطيت الورقة لكارلوس. فعندنا هنا كارلوس يعتبر مفعول به غير مباشر، لأن الورقة هي المفعول به المباشر. برضو عندنا مثال على بارا: الليبرو إس بارا ميجيل، الليبرو إس بارا ميجيل، فهنا برضو ميجيل مفعول به غير مباشر. برضو حرف الجر آ ممكن يستخدم للإشارة إلى حالة النصب الموجودة داخل الجملة، أي يستخدم للإشارة إلى المفعول به المباشر في الجملة. يعني عندنا حرف الجر آ ممكن يستخدم للإشارة إلى المفعول به غير المباشر في الجملة، وبالتالي يشير إلى حالة الجر، أو ممكن يستخدم للإشارة إلى المفعول به المباشر داخل الجملة فيشير إلى حالة النصب. مثال: بيو أماريا، بيو أماريا، أرى ماريا. فعندنا هنا ماريا مفعول به مباشر، أشار إلى حالة النصب الموجودة داخل الجملة. عندنا بقى كل حروف الجر
تستخدم للإشارة إلى ظرف معين، تستخدم للإشارة إلى ظرف معين. مثال: بينو سينيامار، بينو سينيامار، لقد جاء بدون اتصال. من أجل الاستخدام الصحيح لحروف الجر يجب أن تؤخذ القواعد التالية في الاعتبار. عشان نستخدم حروف الجر بشكل صحيح يجب أن نأخذ القواعد التالية في الاعتبار. أول قاعدة عندنا بتقول: يتم وضع حروف الجر قبل الاسم. يتم وضع حروف الجر قبل الاسم. مثال: استوديو كون مي أميجو، استوديو كون مي أميجو، يعني أنا أدرس مع صديقي. فهنا جبنا حرف الجر كون مع قبل الاسم اللي هو مي أميجو اللي هو صديقي. مثال آخر: بيخاموس أستا تشيكاغو، بيخاموس أستا تشيكاغو، يعني سافرنا إلى شيكاغو. فهنا جبنا حرف الجر أستا اللي هو إلى، قبل شيكاغو اللي هو الاسم. القاعدة الثانية: حروف الجر المرتبطة بضمير الوصل تتبع الاسم الذي يشير إليه الضمير، أي ضمير الوصل. يبقى حروف الجر المرتبطة بضمير الوصل، احنا خدنا قبل كده ضمائر الوصل، بتتبع أي تأتي بعد الاسم الذي يشير إليه ضمير الوصل. مثال: الخاردين إن الكوالا بيا روسس إرابيكينيو، الخاردين إن الكوالا بيا روسس إرابيكينيو، يعني الحديقة التي كانت فيها ورود كانت صغيرة. فعندنا هنا فين ضمير الوصل؟ الكوال التي، بيشير إلى أنهي اسم؟ الخردين، الحديقة، أي الحديقة التي. طيب حرف الجر هيجي فين؟ هيتبع الاسم الذي يشير إليه ضمير الوصل، يعني هيتبع الخردين، الحديقة، عشان كده جبناه بعد الخردين. فقلنا الخردين إن الكولابيا روسس إرابيكينيو. مثال آخر: الأومبري كون كينابلي ترابخا إن إيسا أوفيسينا، الأومبري كون كينابلي ترابخا إن إيسا أوفيسينا، يعني الرجل الذي تحدثت إليه يعمل في هذا المكتب. فعندنا هنا فين ضمير الوصل؟ كين، الذي، بيشير إلى أنهي اسم؟ الأومبر، الرجل، وحرف الجر بيتبع أي بيأتي بعد الاسم الذي يشير إليه ضمير الوصل، أي الأومبر، فبيأتي بعد الأومبر. عشان كده عندنا الأومبر كون كينابلي ترابخا إن إيسا أوفيسينا. مثال آخر: لابوسادا على كي جاموس استابينا، لابوسادا على كي جاموس استابينا، يعني الحانة التي وصلنا إليها كانت ممتلئة. فعندنا هنا ضمير الوصل لاكي التي، بيشير إلى أنهي اسم؟ لابوسادا، الحانة. حرف الجر هيتبع أي هيأتي بعد الاسم الذي يشير إليه الضمير، أي هيأتي بعد لابوسادا. القاعدة الثالثة: لا يمكن ربط حروف الجر بواسطة حروف العطف. ما ينفعش ان نربط ما بين حروف الجر عن طريق حروف العطف. في مثال: مي جوستا الباستيل كون سال او سينيا، مي جوستا الباستيل كون سال او سينيا، يعني انا احب الفطيره مع او بدون ملح. هناخد الجمله الصحيحه والجمله مع ربط ما بين حروف الجر بواسطه حروف العطف. الجمله الاولى دي جمله صحيحه، الترجمه الحرفيه ليها: انا احب الفطيره مع ملح أو بدونه، مي جوستا الباستيل كون سال أو سينيا. لكن لو ربطت ما بين حروف الجر عن طريق حرف العطف اللي هو حرف العطف أو، هقول مي جوستا الباستيل كون أو سين سال، مي جوستا الباستيل كون أو سين سال، يعني برضو أنا أحب الفطيرة مع أو بدون ملح. هنا الجملة خاطئة، ليه؟ لأن ربطت ما بين حروف الجر اللي هو حرف الجر كون وحرف الجر سن عن طريق حرف العطف او اللي هو او. فالجملة الأولى صحيحة لأن ما ربطتش ما بينهم بحرف عطف، لكن الجملة الثانية خاطئة لأن ربطت ما بين حروف الجر عن طريق حرف العطف او. مثال آخر: ان باكيت ان ارتيكولوس دي بيرو ابارا ايس بايس، ان باكيت ان ارتيكولوس دي بيرو ابارا ايس بايس، يعني انهم يحزمون او يشحنون المقالات من والى بيرو. هنا الترجمة الحرفية للجملة اللي هي من بيرو وإلى هذه البلد، إلى هذه الدولة، إنهم يحزمون المقالات من بيرو وإلى هذه الدولة اللي هي أو هذه البلدة اللي هي بيرو. هنا الجملة صحيحة، لكن لما أربط ما بين حروف الجر عن طريق حرف العطف اللي هو هنا حرف العطف و اللي هو إي، هيبقى إمباكيت أن أرتيكولوس دي إبارا بيرو، إمباكيت أن أرتيكولوس دي إبارا بيرو،
يعني انهم يحزمون المقالات من والى بيرو. هنا ربطت ما بين حروف الجر اللي هو حرف الجر دي وحرف الجر بارا عن طريق حرف العطف ايه اللي هو وا، وهنا غير صحيح. عندنا حروف الجر في اللغة الأسبانية لإلا بتتكون من كلمة واحدة، حروف الجر في اللغة الأسبانية لإلا بتتكون من كلمة واحدة، ودي بنسميها بريبوسيسيون سيمبلي أو حروف الجر البسيطة. لإلا بتتكون من كلمتين أو أكثر مجمعة معا، ودي بنسميها بريبوسيسيون كومبويستا أي حروف الجر المعقدة أو المركبة، أو ممكن تكون جزء من كلمة مركبة. يبقى عندنا حروف الجر في اللغة الأسبانية ممكن تكون كلمة واحدة، وهنا هتبقى اسمها بريبوسيسيون سيمبلي حروف جر بسيطة، أو ممكن تكون كلمتين أو أكثر مجمعة معا، وهنا بيبقى اسمها بريبوسيسيون كومبويستا أي حروف الجر المعقدة أو المركبة، أو ممكن تكون حروف الجر جزء من كلمة مركبة. وإن شاء الله هناخد كل واحد من دول بالتفصيل في الحلقات القادمة بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هناخد حروف الجر البسيطة أي التي تتكون من كلمة واحدة. النهاردة إن شاء الله هناخد حروف الجر البسيطة التي تتكون من كلمة واحدة. عندنا أول حاجة حرف الجر أي إلى أو في، معناها إلى أو في. حرف الجر أنت يعني قبل. باخو يعني تحت. كاب يعني قريب أو عند. طبعا حرف الجر ده ممكن منلاقيهوش مستعمل بكثرة، لكن موجود في بعض الكتب والأدبيات الأسبانية. عندنا كن أي معناه مع. كونترا يعني ضد. دي يعني من. ديسد يعني من. إن يعني في أو على. إنتر يعني بين. آسيا يعني نحو أو باتجاه. أستا يعني حتى. بارا يعني من أجل. بور يعني من أجل. سيجون يعني بالنسبة إلى أو وفق. سين يعني بدون. سو يعني تحت. سوبر يعني عن أو على. تراس يعني بعد. فعندنا حروف الجر البسيطة أي التي تتكون من كلمة واحدة أنت باخو كاب كون كونترا دي ديسد إن إنتر آسيا أستا بارا بور سيجون سين سو سوبر تراس. إن شاء الله هنتكلم عن كل واحد منهم بالتفصيل، وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.